أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ابتلي كثير من شباب المسلمين المعجبين بالرياضة بلبس ملابس مكتوب عليها أسماء لاعبين من النصارى، فهل هذا نوع موالاة لأولئك الكفرة؟ نعم، إذا أعجبوا بهم فإنهم يكونوا قد أحبوهم، لأن ما يعجبون بشيء إلا وهم يحبونه. ولا يجوز تعليق أسماء النصارى أو شعارات النصارى كالصليب وشعارات الكفر، ما يجوز إن المسلم يجعلها في ملابسه أو يعظم أعداء الله ويجعل صورهم في ملابسه. صور من حيث لا يجوز إنه، وليه صور صالحين ما يجوز أن يلبس، فكيف بصور أعداء الله؟ نعم.